اقروا كل الاطباء انه حرق، انك حرقتني جوه العمليه. وش كله بيتشد كده، الاستاذ شده كده. ايه رايكم في نتيجه العمليه اللي الدكتور مبسوط بيها؟ اكيد الصور اللي انا طلعتها دي مش حاجة حلوة ان حد مشهور يطلعها عن نفسه، ان انا اطلع مشوهة لأول مرة بطلع وانا بتعالج بقالي 3 شهور او 4 شهور. دي كان عندي بلينكينج، كان قاعدة بترف لغاية ما فضلت تاخد حقن عشان ترخي وتنزل لتحت. الخياطة اللي من هنا اللي هنا دي جرم حاجبي واصل هنا وهنا زي الشيطان. اضطريت اعمل تاتو وامسح الحاجب اللي طالع لغايه هنا. في هنا سكار كبيره جدا، فضلت اقول له دي ايه دي ايه دي ايه. اقروا كل الاطباء انه حرق، انك حرقتني جوه العمليه. الوش كله بيتشد كده، الاستاذ شده كده. فعملني يابانيه. على فكره انا بقالي 11 شهر ما اتكلمتش. ايه رايكم في نتيجه العمليه اللي الدكتور مبسوط بيها؟